السؤال الثاني يا شيخ، كثرة الطلاق منتشرة مرة، نبغى منك نصيحة الله يوفقك لما يحب ويرضى يا شيخ. شكرا يا محمد، تفضل يا شيخ. كثرة الطلاق ونصيحة، يقول هذا لا يجوز، الطلاق أمر خطير ولا يجوز التلفظ به إلا عند الحاجة وبقدر الحاجة فقط، ويكون على السنة بحيث يمكن المراجعة في العدة، وعلى المسلم أن يتجنب الطلاق مهما أمكنه أن يتجنبه، ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، ويكون على الوجه المشروع أيضا. نعم.